السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب أرمر وورفير ودبابة D74. هذه الدبابة من الدبابات الممتازة اللي تعتبر من دبابة D60 D74 D72. الشاصي نفس الشيء بس شوي في اختلاف تصريح يكون بعدين في 72 هي المعدلة والحد. انا ما بحط كل شيء في البابا بس حاط كراي انجن 3 للجرافيكس هذا او الفريمات تنزل واجد 40 ارتفاع على حسب كرو تايتن اكس بس يكفي كرو تايتن اكس صار غير صار لها مدة من Identify target. Hostile truck. Look ahead. Penetrate. Look ahead. Ammo up. Target destroyed. System off. صهريت صهريت نزل واجد اوش identify hostile tank target locked on shit target locked Hostile tank. Oops, nailed him. بين الضربة بس بعد دبابة هنا خلاص ما اقدر اشوف فيكتوري أرمرد وورفير دامج عالي
Spotted damage. I don't know, could be a shrine or something. نشوف الأشياء اللي بنضيفها هنا وش أنا هنا عندنا الباور مثل الموبيلتي عندنا تكنولوجي هاي مسكرينة مسك هاي مش مسكرينة شيء بحط هنا وش نحط ما في الا ذا الشيء ليش يلا مع السلامة